فانا بحب هالوصفه كثير عشان كل شيء بقلب طنجره. ايه انا هدول الوان ريسيبي بوت بحبهم كثير، وبحس انه وان بوت ريسيبي وان بوت ريسيبي، وبعملها بطريقه انه مش بس بطبخها بطنجره، بضيفها بقلب نفس الطنجره. فدائما بحب هدول الطناجر تعرف الحلوين. أيوة. الملونين، لانه بتحطيها على الطاوله خلاص كانه ات سيرفد بشيء مرتب. اكزاكتلي. برافو. بدي اوريكي كيف نعمل على طريقتي. يلا شو رايك؟ ناطره محمسه. اوكي كثير. طيب بدي اياك تساعديني. اكيد. اوكي شو بدك؟ بدنا نفرم بصلات، بدنا نحضر انتي انقعي، بدنا نغسل الفريكة. نغسل الفريكة. طبعا انا ناقعته صار لي ساعتين ثلاثة. اوكي بس يلا بنغسله هون، وانا بفرم البصلات. كل شيء شغل بالاكل انا ما بمانع فيه ابدا. هلا انا ما حاسألك انت كيف تعرفتي على زوجك وكيف شفتيه، بدي اعرف امك وبيك كيف تعرفوا على بعض وين شافوا بعض. هلا ماما زي ما قلت لك ايرانية. ايه. وبابا سوداني، وهم درسوا بلندن في السبعينات. يعني تعرفوا بعض كمان مش ببلدهم، تعرفوا على بعض. شوفي انت بتعرفيني صار لي كم سنة، وتعرفي انا ما عندي اي حاجة سيمبل، لازم كل شيء يكون معجوق. قصة حياتي من الاول معجوقة. حبيت. فماما وبابا تعرفوا ببعض بلندن، وكان قصة حب وحنان وقرام. وبعدين ستي قالت لا انت لا تتجوزي منا، ممنوع تطلعي من برا يعني إيران. ناسنا لازم تتجوزي واحد ايراني. فماما قالت اوكي بسمع الكلام، حاولت. بس بعد سنتين لقيت انه لا ما بتقدر تعيش بدون ابوي، وابوي وقتها قلبه كان مكسور سافر لامريكا. يعني امك تجوزت حدا غير بيك؟ قبلت تتجوز حدا؟ لا لا ما تجوزت. ما تجوزت. بس ما قدرت، ما فينا نكون مع بعضنا. قالت له، رجعت له الخاتم، قالت له مرسي بحبك بس ما بقدر ابيع اهلي. يا انت ممكن تعملي هيك شيء باولادك؟ كيف يعني؟ انه تجبر مثلا اذا حدا من اولادك بده يتجوز حدا من ناشوناليتي ثانيه، جنسيه ثانيه، ممكن تقولي له عادي. لا ما حقول لا. ايه ما اكزاكتلي هذا اللي انا قصدي. بس شوفي احنا جيلنا غير جيل اهلي. ايه مزبوط. احنا جيلنا جيل السوشيال ميديا، العالم انفتح صار كله، صار كله مطرح واحد. ايوه يعني شوفي الدنيا كبرت، يعني الامكانيات كترت بس الدنيا صغرت. صح. مثلا انا هلا عندي خال متجوز وحده صينيه. واو. يعني امي فتحت الابواب انه يكون في مالتي كالجن بالعيله. عندي خال تاني اتجوز وحده تركيه. حلو يعني صارت عندكم العيله يونايتد نيشنز.